من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا رمضان المطعاني. رمضان، قبل قليل كنت تشير إلى بعض التحديثات المرتبطة بعدد الشاحنات الزهيد والمحدود للغاية الذي سمحت قوات الاحتلال بوصوله إلى معبر كرم أبو سالم وإدخاله لاحقا. هل تغيرت أو تبدلت هذه الأرقام؟ نعم أحمد، ما تغير في هذا المشهد هو أن بعض هذه الشاحنات الخاصة بالوقود قد أفرغت الحمولة الخاصة بها وخرجت من المسار الخاص بها متوجهة إلى الأراضي المصرية. وبسؤال يعني أحد سائقي هذه الشاحنات أفادنا بأن هذه الشاحنة المحملة بالغاز تم إفراغ الحمولة الخاصة بها وجاري إفراغ ثلاث شاحنات أخرى في معبر كرم أبو سالم. إذا نحن نتحدث على أن الكمية التي دخلت من الغاز أربع شاحنات توجهت إلى معبر كرم أبو سالم قد تمت وأفرغت وجاري تفريغ بقية الحمولة الخاص بها في معبر كرم أبو سالم في الخطوط الخاصة بالغاز، وهي الخطوط التي تذهب مباشرة إلى الجهات المعنية الخاصة بالأمم المتحدة لتوزيع هذه الشاحنات. ولكن ما سمح اليوم لدخوله فقط هي الشاحنات الخاصة بالغاز، ولكن بالنسبة للبنزين وبالنسبة للسولار هذه الشاحنات لم يسمح بدخولها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم. عدد الشاحنات الأكيد الذي تم عبوره إلى معبر كرم أبو سالم وهي الآن متواجدة في الساحات الخاصة بمعبر كرم أبو سالم 23 شاحنة مساعدات متنوعة ما بين الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وكذلك المواد المعلبة وكذلك الطحين. هذه الشاحنات حتى هذه اللحظة لم تفرغ أي من الحمولة الخاصة بها ولم تخرج من المسارات المحددة لها لتعود إلى الأراضي المصرية مرة أخرى بعد تفريغ الحمولة الخاصة بها. ولكن أحمد، بحسب الشهادات الخاصة بسائق هذه الشاحنات الذين يتناوبون على معبر كرم أبو سالم يوميا لتفريغ هذه الشحنات، أن هذه الشحنات يتم تفريغها في هذه يعني الساحات المخصصة في معبر كرم أبو سالم المعرضة دائما للشمس ويعني سوء التخزين بصفة مستمرة. أيضا هذا يتوافق مع التصريحات التي تأتي من المكاتب المعنية شؤون المساعدات بالأمم المتحدة التي تقول أن يعني بعض التلف في هذه المساعدات بشكل كبير، وهذا يعود إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تأخير وإبطاء وتعويق تسليم هذه الشحنات الخاصة بالمساعدات إلى مكاتب الأمم المتحدة، ما يفضي في النهاية إلى تلف جزء كبير منها ويتم تسليمه لبعض المواطنين، ما يحدث بعض الحالات الخاصة بالتسمم كما كان في الأسابيع الماضية تسمم أكثر من 60 شخصا من قطاع غزة بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. المشهد برمته أحمد يتفنن يعني جيش الاحتلال وسلطات في معبر كرم أبو سالم في هذا الحجم الكبير من التقليص للمساعدات الإنسانية وانعدامها في بعض الأيام الأخرى، يكون هناك عدم تسليم أي من هذه الشحنات أو رفض دخول أي من هذه الشحنات إلى معبر كرم أبو سالم. مثلا من خلال الملاحظات الخاصة بنا في الأيام الماضية أن يوم الخميس والجمعة والسبت بطبيعة الحال يكون هناك انعدام بدخول أي من المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، ولا تتحرك أي من الشاحنات من الأراضي المصرية في الثلاثة أيام هذا تحديدا، سوى بعض هذه الأيام أن يكون في استقبال لبعض شحنات الوقود الشحيحة أيضا هنا جيش الاحتلال. في الأيام الماضية وحسب يعني المشاهدات يكون هناك إما إدخال لبعض الشاحنات غاز أو بعض شحنات السولار، هذا يعني بعض المشاهدات التي رصدناها والمتابعة طيلة الأيام الماضية. قد تبدو إحدى هذه الشحنات التي خرجت والتي التفت إليها هي الشحنة الثانية وهي الخاصة بالغاز بعد أن أفرغت الحمولة الخاصة بها وخرجت مرة أخرى إلى أدراجها في الأراضي المصرية. أعود إلى طبيعة حجم المساعدات التي تتناقص يوما بعد يوم، وأحيانا يكون هناك شح في إدخال هذه المساعدات، بالإضافة إلى أن حتى هذا الرقم الضئيل والقليل يتم أيضا رفض بعض الشحنات والمساعدات الخاصة. أحمد، نتحدث عن أن يعني
3 شاحنات من الغاز خرجت حتى هذه اللحظات بعد أن أفرغت الحمولة الخاصة بها، وبقيت شاحنة واحدة جاري تفريغ الحمولة الخاصة بها في معبر كرم أبو سالم. طيلة الأيام الماضية كان هناك تنوع ما بين قبول عدد كبير من شحنات الوقود، كان أكبر هذه الأيام هو يوم أمس، كانت 11 شاحنة من المحروقات والوقود بنوعيها قد دخلت وتمت تفريغ الحمولة الخاصة بها في الخزانات في معبر كرم أبو سالم. ولكن على الرغم من أن قبول هذه الشحنات من الوقود، يكون هناك أيضا بعض يعني الاستغاثات سواء من المكاتب الخاصة بالأمم المتحدة أو لكن رمضان، هل مجرد عودة شاحنات الوقود أو شاحنات الغاز كما رصدت إحداها الآن، هل هذه العودة تعني بالضرورة أن هذه الشاحنات أفرغت حمولتها من الغاز أو من الوقود، أم أن هناك احتمالا لأن تكون قد أرجعت من جانب قوات الاحتلال ومنع إدخال هذه الشاحنة؟ نعم، أولى الشاحنات أحمد التي خرجت منذ قرابة نحو ساعة، كان لنا حديث مع سائق هذه الشاحنة والذي أكد على إفراغ هذه الحمولة الخاصة بالشاحنة الأخرى، وبسؤالي عن الثلاث شاحنات الأخرى قال أن هذه الشاحنات في وضع التفريغ الآن ويتم تفريغ الحمولات الخاصة بها. لذا عندما نظرت أحمد والتفت إلى الشاحنات كان لدي المعلومة الأكيدة بأن هذه الشاحنات خرجت من معبر كرم أبو سالم، هي فارغة تماما بعد أن سلمت الحمولة الخاصة بها في الخطوط الخاصة بالغاز داخل معبر كرم أبو سالم. ولكن أيضا هناك بعض الخزانات الأخرى الخاصة بالوقود في هذا المعبر يتم استلام سواء البنزين أو السولار إذا لم تتسلم الأمم المتحدة عبر الشاحنات الخاصة بها هذه الشحنات، ولكن تبقى هذه الشحنات لعدد من الأيام داخل هذا المعبر و تحت أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتم تسليمها إلى الجهات المعنية لتوزيعها على مختلف المنشآت التي تحتاج إلى هذا الوقود بصفة مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك رمضان المطعاني مراسلنا، كنت معنا على الهواء مباشرة كالمعتاد من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.